حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء. تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج إلى الحناء. أطفالهم بلغوا الحلوم ويلي يا ويلي. أطفالهم بلغوا الحلوم لقربهم شوقا إلى الهيجاء للحسناء. شباب شباب يا حبيبي ومغسلين عينك الله وعلي ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. أصواتها بحت وهن نوادب يندبن قتلاهن بالإيماء. ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كله من العبادة ما يفتروا. سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون في فرد ساعة وسدوهم حر التراب. انت لو
شفت جسم الله على المسنات مطروح ذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح بعد لو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح ما خلت لنا كربل شيخ ولا شاش أنا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحوح ومر باب تعاينه ودمومه تفوق وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدار كل ما طلع منا بدر بالمعركة غا سيد لكن مصيبة اللي هيجت حزني علي هاي المصيبة اللي ما قدها مصيبة مصيبة اللي هيجت حزني علي عاينت صدر حسين تحت الأعوجية حرقوا خيمنا وركبوا زينب مطية شحجي ابو حمزة شعدد من هالمصار قال لي يا شبل المصطفى ورب السيادة انتو صار القتل لكم يا هل هالبيت عادة وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا ابن الاطياف اكو بعض ناس ما تبتشيهم اللي دخلت زينب على يزيد قال لما نكست راسي لجل ذبح الصنادي يا ويلي يا ويلي أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي ما قصروا في الغادر زلزلوا البيت لكن نكست راسي دخول زينب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نظرتان لواقع هذه الحياة أكو نظرة ظاهرة يعبر عنها القرآن بنظرة الملك يعني المادة الدنيا الطبيعة وبالمقابل أكو نظرة باطن يسميها ملكوت وهذا هو فرق الملك عن الملكوت كفرق الظاهر عن الباطن مأخوذ من قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يعني أسرار بواطن إحنا
مشكلتنا في هذه الحياة الدنيا أننا لا نرى إلا ظواهر شكليات بس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. منشوف حتى لو نلبس هاي نظارات دنيوية ما تنفع، يحتاج أن نستبدلها بنظارات ملكوتية تكشف إن حقائق وبواطن. فإذا نظرنا إليها بنظرة الظاهر نراها دار بلاء، شقاء، تعاسة، نكد، غصص، هموم، مشاكل، نوايب تندك على رؤوس العباد ليل نهار إلى درجة واحدة مل من حياته ويكره دنياته من يشوف هالمآسي قدامك. لكن إذا نظرنا إليها بنظرة الباطن شوفها، لا والله إلا الدنيا زينة، فيها خير، فيها صلاح، بل يكره للمؤمن تمني الموت. مو زين، يستحب أن تدعو للمؤمن بطول العمر، كل ما عاش أكثر كلما ازداد في الطاعات فيتضاعف له الأجر. وهذا هو طريق الجمع بين الروايات الذامة والمادحة لهذه الدنيا. أكو بعض روايات تصورها لك بتصاوير بشعة، فضاعة، شناعة، كلش مو زينة، أصلا تباعد عنها لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. من تتعلق فيها بتجيك المشاكل، ومنك روايات لا تمتدحها. إنما طريق الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات باختلاف اللحاظ. رواية أكو عجيبة غريبة جدا أنا كثير أتأمل فيها، تقول الخير في باطن، من داخله يطلع، من أعماقه. شنو هالكلام هذا؟ يقدر الحين واحد شباب يقوم يشرح لنا معنى هاي الكلمة؟ هذه سنة قرآنية. يقول ما ضاقت إلا وفرجت وإن بعد العسر. فيها يسر، فيها خير، فيها صلاح وألطاف. من وين تجي ما تدري، وين تطلع لك الألطاف الإلهية؟ أسرار مشيئة، كلها أسرار الدنيا هاي. ثق وتيقن أخي المؤمن، لو يكشف لنا عن بصائر قلوبنا، يعني تتفتح عين البصيرة ونتعرف على حقائق بلايانا وما أعد لنا فيها من خير وصلاح، لوقعنا على الأرض ساجدين، شاكرين، حامدين، قائلين ربنا إن كان هذا يرضيك فخذ. هذا منطق الحسين، هذا لسان التفويض، رضا بقضائك، تسليم. بليها التسليم، اللي ما عنده صبر ما عنده تحمل ما يقدر يعيش. تسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث. انت مؤمن بالله او لا؟ هذا كذا واحد ما عنده ايمان يصير غير حكي، يتبدل النقاش. اما طالما اننا نؤمن بان مقاليد الامور كلها بيد الله عز وجل وانه حكيم لا يتصرف الا بحكمه، خلاص، وانه رحيم، انت ما بتصير ارحم من الله على عباده. فإن الله أرأف بعباده من الأم بولدها. كلها أسرار، بعضها تنكشف إلنا يمكن عقب يومين ثلاثة نعرف شنو السر في القضية، وبعضها لا تطول 20-30، وبعض أسرار لا تكشف لنا إلا يوم تبلى السرائر، هناك تظهر الحقائق بعدين نتفهم شنو معناتها.
بل قد تخفى هذه الأسرار الإلهية حتى على بعض أولي العزم من الرسل. موسى بعد عندك أزياد خفيت عليه، ما تحمل كاد أن ينفجر، يقول لي تعال انت ايش سويت؟ وش هالبلوى هاي؟ شباب وش حالاته؟ يمشي في حال سبيله، هذا تقوم تقتله؟ أقتلت نفسا زكية بغير ناس؟ قال يلا امشي روح. هذا فراق بيني وبينك. انزين علمني، قال مو شارطين عليك، وين الاتفاق؟ لا تتكلم، انا مو كيفي، عبد مأمور، ايش ما ينزل علي من اوامر سوي اسوي، ما سايل انا. العبد ما يشير راسه الى مولاه يسايل ليش وما ليش وكيف وما، هذا يعد استكبارا على الله، هذا يعد اعتراضا على قضاء الله، هذا خلف فرض العبودية. قال زين علمني كيف تريد يعني أتحمل؟ جدار سكتنا، سفينة وسكتنا، لكن هالبلوى هاي شلون أتقبلها؟ كيف تريد أتحملها؟ يوم بعدين كشف لي أسرار القضايا، قال ها هالشكل يعني هاي سفينة، قال وراهم ملك يأخذوا كل سفينة غصبة، احنا قلنا نعيبها يشوفها يعوفها، وكنا جيناهم خلصوا من جور ذلك الملك، كان حوش عليها كلها. اي والله انت خوش سويت، نفعت الاوادم وهذا الجدار قال تحت كنز، اراد ربك ان يكبر هؤلاء اليتامى فياخذوا كنزهم قبل ان يتهاوى الجدار فيعثر عليه احد غير انت. لو قايل لي كان انا وياك ما دريت يعني خوش مصالح ظاهرها بلية مصيبه، بس اكو فيها فيها سر فيها حكمه. وهذا غلام لا تسائلني ما مطلع على أسرار مشية، لكن أدري حتما أكو فيها شيء، أبويه صالحين ما أدري، تدري عوضهم الله عز وجل عنه ببنت أنجبت لهما 70 نبي من أنبياء بني إسرائيل كل منها. كلها حكم، كلها أسرار، ماكو شي عبث، ما خلق الله عز وجل شيء إلا وله حكمة، إحنا ما نفتهم كثير شغلات ما ندري، نقول هاي ليش سويتها وإيش خلقتها بعوضة حين، وهاي يقول هاي شنو تحين خالق دنيا خوش دنيا تقوم تسوي لنا بعوض وحشرات وذباب. مثل ذاك كان سامع عنه طالع ما أدري وين بلد، قال هاي الذباب كل ما منا فايدة، هاي شخابيط ما لها معنى، أنا ويش أسوي لكم مبيد أصفيها كلها أقضي عليها. أي والله سوى ذاك المبيد ورش البلد بأكمله طشرهم قضى عليهم. إنزين يوم يومين ولا الناس يطلعون من بيوتهم يشوفون كل واحد طلع من باب بيته يطيح حركونه ميت، حوش هالبلوى الناس تموت من دون سبب. تعالوا فحصوا هالقضية، يجوا يتراكضون شغلوا أجهزة وفحصوا، وإذا جو مليء غاص ديدان وحشرات وميكروبات، هذا غذاء الذباب، مصفاة طبيعية الله خالقها لتنقية الجو. الحين عرفوا حكمتها، عرفوا معناتها، استخدمت أرقى تقنيات
تكنولوجية حديثة للحين أطباء ما قادرين يوصلون إليها لعلاج بعض الأمراض المزمنة المستعصية كمرض السكر. يوصلون ويبترون يقطعون تعفن الرجل. اليوم لو يراقات الذباب سلطونها عليها هي تنقيها هي تصفيها. طلعت تقارير طبية حديثة توها الآن مكتشفين هذا علاجها هذا دواها. شوف شلون ماكو شيء إلا وله حكمة كل شيء إليه معنى. إبليس الحين واحد يقول إيش نسوي فيه خلق إلنا صدام هتلر حجاج يزيد شمير. شوف عاد هالأسامي المعتمة اللي من تسمعها ما تتوفق بدنياتك بعد خالق دنيا على أفضل ما يكون. قم تسوي لأنها الصفحات المظلمة أو إيش فائدتهم؟ حتى هو لسان حاله أيضا يعترض هو نفسه الظالم. قل أنا تدري عني ظالم تدري إذا تخلقني أنا سأقتل الحسين. إذن لو إيش سويتني بليتني وبليت الناس بيا. أنا إذا تخلقني سأهلك شعبا بأكمله. أليس إيجاد الظالم ظلم له؟ لا لا احنا نقل المسألة على العكس تماما بل عدم إيجاده هو الظلم بعينه. لما سببين أكو حكمة حجة وعدالة. شوي دير بالك عدالة لأن ممكن أليس هو ممكن الوجود أن عند إمكانية أهلية شأنية أن ينوجد وعيش هو في عداد الممكنات. سائلني شو الدليل على إمكانه أقول لك حدوثه أدل دليل على إمكانه. لو لم يكن ممكنا لما حدث لو كان عدما لما صارك وإيه وعاش حياته. هذا دليل واضح سلب هذا الحق يعني حق الإمكان عنه هو الظلم بعينه. وحاشا لله أن يظلم أحدا لا قبل خلقه ولا بعد. اثنين عدالة هاي العدالة اثنين الحجة يعني باكر يوم قيامة يلا يزيد قوم ادخل نار جهنم. لو ايش يقول ايه لان انت لو قدرنا وخلقناك في هاي الدنيا كان انت بتقتل الحسين. وايش الدليل أنا ما قتلت بعدي أصلا. تدري هذا يقلب العدل الظلم لأن ما يجوز القصاص قبل الجناية. خل أقتل أول خل أسوي مثل وضع الأستاذ مع طلابه يقضي سنة كامل خلصنا عام دراسي يلا وزع شهايد يقول لا قعدوا أعطيكم ساعة واحدة ويش امتحان. مع أن علم الأستاذ محيط بوضع طلابه ويدري منه ناجح ومنه لازم يعيده بس ما تتم الحجة باكر يتحججون ليش وكيف وما كيف. يقول يلا اقعد قرر مصيرك انت اكتب مستقبلك بيدك لتتم الحجة عليك. ترى مو الله يودي حجنا ولا يدخل أحد نار لا الإنسان بعمله هو يقود نفسه إلى جنة. احنا هديناه الطريق مش ما يريد هاي طريق الجنة. عاد بقول لك حفت بالمكاره صعبة جنة يبليها شغل صلاة وصيام وقومة وقعدة وحلال وحرام وتقيد وانضباط وحفت النار بالشهوات. طريق جنة هذا كلش سهل ما يريد له تعبه شوي طربق بدنياته وخربط بحياته يقول يلا روح بإرادته الإنسان هو ما مجبور وعند عقل يحكم كل سلوكياته بمطلق إرادتهم بمطلق مشيئتهم باختيارهم هم سلكوا طريق جهنم فانغمسوا ذنب على ذنب على ذنب. خلاص بعد تسوي طبقة على القلب هذا بعدين لو تنزل قرائن دنيا ماكو فايدة يقفل يقول أم على قلوب أقفالها انسلخوا من إنسانيتهم من هويتهم. القضية مو حرب وقتل وقتال لا لو معركة جاء خلصت المعركة وضعت الحرب أوزارها
ما قتلتم الرجال، صرعتم الشجعان. خلصنا، يلا شيلوا، طلعوا على بلادينكم. بعد ما ذنب هؤلاء النسوة والأطفال حتى تغيروا عليهن في المخيمات وتشعلوها بالنار؟ شوف هالفعلة، كبسة والمخيم بمن فيه. تدري من الأطفال من سحقته الخيل بحوافرها، من الأطفال من مات من شدة الخوف والهلع. خلصنا؟ لا. ثم غاروا على تلك الأجساد المطرحة فمثلوا بها أشد تمثيل، شالوا السيوف وقاموا يقصصون. وإيش هالعداوة؟ أما الأجساد فقد بقيت على واهنة الرمضة، ويلي يا ويلي. وأما الرؤوس فقد عليت على سنة الرماح. يعني إن شاء الله يا زينب قدام عيونها، ولا تقول ما شافت، واقفة على التل مرتفع، يعني المشهد واضح. رفعت زينب رأسها يا وإذا بالدماء تتقاطر أمام عينيها. من وين جاي هالدم هذا؟ من شيبة الحسين. انهارت، جثت على ركبتيها، لطمت صدرها بكلتا يديها، صرخت ونادت وحسين. لكن قول ما إن صرخت زينب بهذه الصرخة وإذا بكعب الرمح بين كتفيها. يا علي يا علي، وقائل يقول زينب ذهب المانعون عنك فقومي، وألفي بعد عزك الإذلال، يا أنت مسبية على كل حال، فالبسي بعد عزك الأغلال. يا وشالوها عاد على تلك الناقة المهزولة. الله يا بنت السلاطين، انت مخدرة علي. 40 يوم مصايب أهوال رأتها زينب، هذا ورأس الحسين مصلوب أمام عينيها، إلى أن تمت سفرة الأحزان والآلام، فرجعت به إلى أرض كربلاء وعرج على قبر الشهيد، صار للصياح عابد السجاد من فوق الجمل طاح. زينب تنادي يا عز الله، قضى وراح، خرت على قبره بيتامه سويه. وحسين وحسين همت زينب نفسها على قبر الحسين، قامت تعتفر في شباب القبر، ظلت تنادي يا يتامه
ساوي هيلو تراب القبور بدخل انظر حسين بعد بنظر تشفن لا بقاه من غير تجفي واسكن مع ولاريد هالدنيا الدنيه. ثم مدت زينب يديها الى تحت عباتها فاستخرجت شيئا اخذ الناس ينظرون ماذا لدى مخدرت علي واذا بها قد استخرجت راس اخي الحسين. نظروا إليه وإذا به مكسر الثنايا يا علي يا علي مرضوخ الجبين بالحجار. جيبي عم جيبي تناول الرأس المطهر جاء عند مقدم القبر الشريف أشار بيدي عم زينب تنحي ناحية وش بتسوي يا نور عيني. قال بفتح باب القبر أخاف على قلبك أن ينصدع. تنحت زينب ناحية انحنى بأبي وأمي حفر حفرة عند مقدم القبر الشريف ثم أنزل رأس أبي الحسين حتى ركب الرايس على الجسد. حسين هاي وحدة جاية من الرباب الرباب يلا هالمشهد وأسألك الدعاء. قامت عاد تحكي ويا سامع اللي يقولون عنها الثكلة اللي فاقده ولد وتنعي على ولدها شلون توين على ولدها. نادت يا سجاد يا سجاد انا طلبك رضيع من القبر طلعا قبل نمشي يا ابو محمد خليني ابا ودعا قلبه من العطش ذايب ابا اقعد ساعة برضعا. ام وفاقده ولد يقلها شلون بترضعيه والاوداج متقطع. رباب انا ما نزلت الرضيع الا والسهم في رقبته. صاحت هالقبر فتحوا خلوا باب القبر مفتوح. صاحت هالقبر فتحوا بشيل السهم من نحرايا يا سكنة جذبة الونة يا ويلي وصرخت بحسرة اسمع يا يم حسين ما يرضون شيل الطفل عن صدره. قامت عاد تحكي ويا الولد ما ظن اكمل الابيات وياك ما ظن اكملها. نادت يا عبد الله المهد خالي وتشبني عليك متفطرة ايش ذنبك بالسهم مفطوم من الماء مشربت قطرة وتاليها مع المظلوم ومدد على الصدرة مويا لا ترفس برجلينك ابوك اعضاه متكسرة. اعيده تاليها مع المظلوم ومدد على صدره يا بو يا حبيبي عبد الله لا ترفس والله لا ترفس برجلينك ابوك اعضاه متكسره.
بعد عندك واحد يا زينب على المشرع لا تنسينا. حطت ايدها على صدرها والايد الثانية على خاصرتها ونادت اه اه عليك ابو فاضل. بعد يبقى لي صرخة يبقى لي صرخة. نادت جيناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا وتنزلونا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العناية وراس حسين سمحولي. ويش يا زينة والله راس حسين راس حسين سمحولي تراه مكسر. احنا جينا جينا وعلى قبرك قعدنا يا نخيناك يا عزنا وضمدنا. نسليها ام الولد خلونا نسليها ما عليه. والله نخيناك يا عزنا وضمدنا هاي المحامل قوم ردنا يا الارض المدينة وطن جدنا يا راجعين السبايا. قاصدين الى ارض المدينة ذاك المربع الخضري خذوا لكم من دم الاحباب تحفتكم. السعيد الفقيد الشاب الغالي إلهي اشفي صدره بالحسين نور قبره بنور الحسين ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إلهي اجعل قبره روضة من رياض الجنة. أنزل اللهم في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور والولدان والحور والمسك والكافور. انقله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور. واربط اللهم على قلب أمه واجبر خواطر أهله بالصبر والسلوان وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان نهدي للجميع هذا اليوم ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات. أخواني تقديم العزاء تفاديا للزحمة من جهة المنبر. بارك الله فيكم أجمعين. رحم الله معيد الفاتحة.